إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى بيّن في هذه الآية حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة. بيّن عز وجل أن هذه الدنيا مهما تزينت لأهلها واغتر بها من مغتر، أنها زائلة، فانية، ذاهبة، مضمحلة، لا محالة، فهذه نهايتها. ويوم أن يكون الإنسان فيها فأمرها إنما هو لهو ولعب، لهو ولعب وزينة، أي تزين باللباس والمركوب وغير ذلك مما يتزين به المرء. وأيضا تفاخر، هذا يفخر على هذا، هذا يتكبر على هذا، هذا يبحث مدح هذا، تفاخر بينكم. وتكاثر في الأموال والأولاد، تسابق إلى الأولاد وتسابق إلى الأموال، هذه نهاية الدنيا. ثم يأتي ذلك اليوم، ذهبت هذا، ذهب هذا كله، فهذا هو الإنسان الذي قد نال من الدنيا ما نال واستمتع بها، فإذا هو هذا الموت يأتيه فيأخذ منه كل شيء، حتى من نفسه التي بين جنبيه الموت يأخذها بأشد ما يكون. فهذه هي الدنيا، هذه هي صورتها لمن حصل لها. فمن وجد الدنيا ومتع فيها فإنما وجد منها هذا، لم يجد أكثر من ذلك. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، شأن الأطفال والزينة شأن النساء في الأصل، وتفاخر بينكم شأن المتكبرين والمتعالين على خلق الله عز وجل، وتكاثر في الأموال شأن المغترين بها. فهذه هي الدنيا وهذه هي نهايتها. ثم يأتي ذلك اليوم، تذهب هذه الدنيا كلها فلا يبقى منها شيء،
فالإنسان يدخل الموت بما قدم من الأعمال. هذه هي الدنيا. قال تبارك وتعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة، هذا الواو بمعنى أو. وفي الآخرة عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. ففي الآخرة إما أن يكون المرء في عذاب شديد لا يعرف وصفه وكنه إلا الله الذي خلق هذا العذاب، عذاب شديد يأتي من كل ناحية، يأتي الموت من كل مكان وما هو بميت، عذاب شديد، عذاب جهنم، أو مغفرة من الله، جنة نعيم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، ورضوان من الله وهو أكبر ما يناله المرء في الدنيا والآخرة. رضوان من الله أن يكون الله عز وجل راضيا عنك يا عبد الله، فهذا حال الآخرة. إما عذاب شديد مؤلم، النار التي تطلع على القلوب على الأفئدة، النار نعوذ بالله منها، ومغفرة من الله ورضوان. هذه هي الدنيا وهذه هي الآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمتاع الدنيا من رئاسة وسمعة وملك وأموال وأولاد وزينة وتفاخر، إنما هي متاع الغرور، متاع زائل يغتر بها من يغتر، تخدع من تخدع. عباد الله، قبل الآخرة انظروا حال أول منازل الآخرة، حياة البرزخ. انظروا حياة البرزخ منذ متى كان الناس فيها. هذا فرعون وأتباعه المتكبرين على التوحيد، على الحق، على عباد الله المؤمنين المغترين بالدنيا، أين حالهم؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون في هذه اللحظة وأتباعه من الكفرة من شياطين الإنس والجن الذين اعتدوا على أولياء الله، الذين اعتدوا على ربهم عز وجل وأشركوا معه غيره وكفروا بآياته ورسله، هؤلاء من مات منهم أين حالهم؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا نوع من أنواع التعذيب بالنار، والمرء ما زال في حياة البرزخ. كم سنة من وقت إهلاك فرعون؟ سنين. وكذلك أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة، تكبر على أعظم الرسل من رسل الله عز وجل، رسول الله وخاتم الأنبياء المبعوث رحمة للعالمين، نبي الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، تكبر على هذا النبي العظيم. فقتل أبو جهل في يوم بدر، ومنذ ذلك اليوم إلى هذه اللحظة هو معذب في القبر في عذاب جهنم يعرض له عليه. كم سنة؟ أكثر من 1400 سنة. وكم كان أبو جهل هذا حيا في هذه الدنيا، يتمتع بزينتها، يتكبر على أهلها سنين عديدة لا تبلغ 100. فهل يقارن هذا بهذا؟ والله أعلم إلى متى سيكون الناس في حياة البرزخ. ثم يوم القيامة الذي لا نهاية له، قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، أي زراع، نباته
فتراه مصفرا أعجب الكفار نباته ثم يهيج أييأس ييبس فتراه مصفرا تغير لونه ثم يكون حطاما لا منفعة فيها وفي الآخرة عذاب شديد أي جهنم أي نار ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم قال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نسأل الله الكريم من فضله اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم إنا نسألك من فضلك اللهم إنا نسألك من فضلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا إلى مغفرة إذا كان أهل الدنيا يتسابقون إلى التمتع بها والتزين بها والتكاثر بها فيها في الأموال والأولاد والسمعة والرئاسة والملك مغترون بهذا فأنت سابق يا أيها المؤمن إلى مغفرة من الله هذه المغفرة أي خذ أسباب المغفرة وأعظمها التوبة إلى الله عز وجل الإقلاع عن الذنوب والندم على ما قد مات من الذنوب والعزم على عدم العودة لله عز وجل هذا أعظم أسباب المغفرة التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن أسباب المغفرة الصبر على الأذى ولا سيما الذي يأتي من قبل الكفار من قبل أعداء الله لأنكم مؤمنون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد من الناس من يعاديك لأنك آمنت بالله العظيم الجليل آمنت بالله رب السماوات ورب الأرض وما بينهما يعاديك فاصبر على هذا فاصبر على هذا فالصبر على الأذى والأقدار المؤلمة على البأساء والضراء على الجوع والأمراض على قلة الأهل كل هذا من أسباب المغفرة إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة بصبرهم وأجر كبير بالأعمالهم الصالحة دون الصبر عباد الله فعلى المؤمن ألا يغتر بهذه الدنيا الفانية وعليه أن يعقل وينظر أنه سيأتي ذلك اليوم يأتي يخرج منها وقد يكون أشد ما يحتاج إليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من رسل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برانسيس الإسلام In this verse, in Surah Al-Hadid, verse number 20, number 20 in Surah Al-Hadid, Allah Tabaraka wa Ta'ala, in only one single verse, from the verses of his book, of his speech, he Subhanahu wa Ta'ala made clear what this worldly life is about, and what the hereafter, life after death is about. Whoever wants us to know it in reality. This worldly life, what it is about? The one who gets this worldly life, as much as he can get, the best of the people in this worldly life, in gathering it, in leadership, in wealth, in honor, in status, what does he get? What does he attain from it? On the other hand, what is the life after death? Whoever get life after death, what will he get? Whoever miss it, lose it, what he going to lose it?
in one single verse. Wallahi, if we would recite that verse, understanding the meaning, our heart has life, we should benefit from it. Allah said, "I'lamu annama al-hayatu al-dunya la'ibu wa lahu." No, that hayatu al-dunya, worldly life, is nothing but la'ib, play, wa lahu, amusement, entertainment. لعب ولهو وزينة وزينة beautification, someone to beautify him or herself through clothes, through horses, through whatever people use to decorate themselves, to beautify themselves. زينة. وتفاخر بينكم, and mutual boasting among yourself. I'm better than you, I'm better than him, I'm stronger than him, she's stronger than him, she is this, he is this. All is about that. Tafakhur. Mutual boasting. Seeking honor. Praise. This is all about it. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Competition in respect of wealth and children. I have more wealth than you. I have more children than you. This is all what worldly life is about. Whoever gets worldly life gets only these things. Play, entertainment, beautification, pride, wealth. Then what happened? What happened? If it's assumed you the one who get the most wealth, the most joyful person in this worldly life, then what the end is going to be? Death. Imagine the situation. Someone is in a pain of death. Severe pain of the death. What can he remember from the enjoyment of this worldly life? Does he remember anything of it? If you ask him, have you ever had joy? Oh, this person who is suffering, he can't breathe. He may not remember. As Allah mentioned in Quran, Prophet ﷺ mentioned in Sound Sunnah, in the Day of Judgment, people who used to have the most they could have in this worldly life, they feel they had nothing. Rather, they say they didn't even live in this worldly life but half of a day. Some of the people live 1,000 years. This is the worldly life. At the death time, nobody is escaping. No leader, no king, no wealthy, no one. But death is waiting. When? Only Allah knows. This is how worldly life is short. None of us sure that he will live after 1 second. After one single second. Let alone a day or a year. Therefore we see every day we hear people who die. With complete of strength, of wealth, of hope in this life. Different reason. Someone died talking. Someone died in sleeping. Someone died driving. Someone died. Name it. This is how worldly life is. Whoever get, that's the ending of it. Those who get this worldly life, go after it, run for it, live for it, focus on it, make all their plan how to make worldly life, seeking leadership, famousness, wealthy, such and such, what they get. It ends. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُ. The likeness of vegetation after rain. After rain, look how the vegetation looks, is good, different color, white, red, green mostly. Look those trees, how good, how beautiful. ثُمَّ يَهِيجُ. Then what happened? يَهِيجُ. It dries up. It dries up after time. This beautiful tree after time dries up. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا. You find the color change into yellow. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Then it will be straw. No benefit. Stick. This is the worldly life. Today is very beautiful to some people. Therefore they forget about their Lord.
They disbelieve in Allah Azza wa Jal, in His Messenger. Disbelieve in His books. Oppress the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what they are upon today. But tomorrow, that's their ending. This is the worldly life. If you get worldly life, that's all what you get. Fine, beautification, and the like, then it ends. Then after that, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. As for akhirah, as for life after death, as for the akhirah, عَذَابٌ شَدِيدٌ, severe punishment. Hellfire. The one who loses, he loses. He's in hellfire truly. أَلَا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Indeed, the one who loses is the one who loses in the day of judgment. He himself and his family. This is the real lose. If someone loses in the hereafter, عَذَابُ شَدِيدٌ, severe punishment, hellfire, water from hellfire, eating from hellfire, clothing from hellfire, all environment is hellfire. No death. It only increases, never decreases, never ends. This is what akhirah is. أو ومغفرة من الله, or forgiveness from Allah. ورضوان, and pleasure. Allah is pleased with that person. So either one of two. Either in the hereafter, either severe punishment, hellfire, or مغفرة, forgiveness from Allah, and paradise, and seeing Allah's face Azza wa Jal, all kinds of joyful life, endless life, no sickness, no pain, no grief, no worry, no sadness whatsoever, forever. Is it comparable to this worldly life? Way before the day of judgment, you have this life. We go every day, we pass by it. The ceremony, the grave is we see every day. We don't look, we don't think we're going past the graves. That is our real destination. Whether we ignore or we don't ignore it. Some of us don't even like to remember about death. They don't want to see someone die. They don't want to go to the hospital. But the reality is, that's what waits us, all of us. The wise, the smart one, the guided one, is one who thinks about the death, to work for it. أَكْثِرُ ذِكْرَ هَذِي مِنْ لَذَّاتِ. Remember it so much. The one who cut all testes and sweets is the death, because it's a reality. For remembering, you get ready for it. You know what this worldly life is. You don't attach, connect your heart, your home in worldly life. You get you happy. You don't get you sad. You will not do that if you remember the death. You remember the grave. The grave life is either joy or punishment as well. From Fir'aun, the enemy of Prophet Musa, alayhi salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad. How many years Fir'aun is in the grave? Until today. By the way, Shaykh Uthaymeen rahimahullah, one of the great scholars, he believes and says, what they say is in Egypt, they say it's the body of Fir'aun. He said that's not true. Anyway, Fir'aun is in a grave, like anyone else who died. From that time he died, till today, this moment, till the day of judgment takes place, and Allah destroys all this universe, Fir'aun and his followers, the enemy of Allah, those who oppose the messengers, harm the believers, they are in a life of grave, full of punishment. The hellfire is exposed to them. The hellfire is being shown to them. Their destination, their abode, their place in hellfire is there. The heat is coming to them. The carpet is from hellfire. That's the life they are in. How many years passed for Fir'aun's death? This is Abu Jahl, the Fir'aun of this ummah, the enemy of Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl, who was killed in the Battle of Badr. From that time until now, he is in a grave, in punishment.
How many years? More than 1,400 years. Every second being punished. Where is the worldly life? He was living around 80 or 70 or close to that. Even if he would have lived 1,000 years, it already passed the time he used to live. 1,400 years. How long he will live? People will be in the life of grief. Allahu A'lam. Someone tell you this worldly life will end such time is a liar. Is a liar. And it's a proof that he's a liar. Whoever claims that the day of judgment will take place such and such. Only Allah knows. Even Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didn't know. Even Angel Jibril didn't know it. مَنْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِيَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. So those who say the day of judgment is such day, they're liars. Only Allah knows. So this is Hayatul Barzakh. Life in the grave. Those people who used to enjoy, who used to be leaders. You know some of them in this worldly life. Used to be leaders. Very arrogant. Opposed the deen of Allah. Oppressed the believers. Tortured them. Humiliate them. Where are they now? Many of them are under the grave. And they end up in an evil ending. In a humiliation. They wish they never be leaders. Likewise, whoever opposed the believers. But Allah tabaraka wa ta'ala tests people. وَتِلْكَ الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Today you're happy. Tomorrow you're not. Someone is laughing today. Tomorrow is crying. Someone is healthy today. Tomorrow he's sick. Someone is rich today. Tomorrow he's poor. Someone is dying. Someone is born. This is the worldly life. A group of people are happy today. Other group of people are worried. This is the worldly life. But the remain is, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ. In hereafter, either severe punishment or forgiveness from Allah. وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ. Pleasure from Allah. Brothers and sisters in Islam, Allah, after that verse, after he made the worldly life clear what it is about, those who get it, what do they get? Those who lose, what do they lose? And on the other hand, after he made subhanahu wa ta'ala made clear in akhir in two words, just the two words. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. This is all what akhirah is about. Either forgiveness and Jannah paradise or punishment and humiliation. Then Allah said, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٌ. Praise one another, compete one another. إِلَى مَغْفِرَةٌ to forgiveness. مَنْ رَبِّكُمْ from your Lord. This is what the wise, al-kayyis al-aqil, al-mu'min al-muqin bi ayati Allah, هذا الذي ينبغي له. تتابق إلى مغفرة من ربكم. Compete one another in مغفرة, forgiveness. Means take the means of forgiveness. And from that is repentance. Turning in repentance to Allah tabaraka wa ta'ala. Those of us who do drink alcohol to fear Allah and to stop drinking alcohol for the sake of Allah. Those of us who cheat people in business to fear Allah Azza wa Jalla to leave that. This world life will end. Those of us, those women who expose their beauty, cause fitna to the human being to fear Allah and to cover their body. Those people who oppress people through their tongue, instigations, backbiting, making fun of them, fear Allah tabaraka wa ta'ala. Those of us who smoke, who eat qat, who eat those different kinds of drugs, smoke hashish, هذا ليس من أعمال المؤمنين الصالحين. This is not the actions of the righteous believers. Those who want Jannah, those who fear hellfire, fear Allah and stop these things. How many Muslims are there smoking? Every believer to review his life. All of us. Allah command us. سابقوا إلى مغفرة. Raise one another. Compete one another to forgiveness. Turn in repentance to Allah. Stop the sin. Feel bad about committing in the past. Make decision not ever to commit it. Do that for the sake of Allah. Out of fear of Allah. Hope in Allah. Love of Allah Azza wa Jal. Thanking Him. وَرِضُوا جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. And a paradise. Compete one another. Raise one another to a Jannah.
أرضها السماوات والأرض. The worth of it is the worth of the heavens and the earth. The seven heaven and the seven earth. The Jannah, the worth of it is like that. How Jannah is long, only Allah knows. Compete one another to that. Endless life. Francis and Islam. Whoever compete with you in worldly life, in wealth, compete with him in seeking forgiveness of Allah. Compete with him in seeking Jannah. Whoever make fun of you because you are a Muslim, because you are a believer, treat him justly. Treat him fairly. Give him da'wah through your righteous actions, before your righteous statements. Be patient. Francis in Islam, this worldly life is very short. Let we not be deceived with it. Let we compete one another to the house of Allah, to the masjid. Masjid where we learn the sunnah, not innovations. Where we learn the sound, understanding of the deen of Allah. We ask Allah al-Kareem, the generous, al-Rahman al-Rahim, to forgive us all. Allahumma aghfir lana warhamna. Allahumma aghfir lana warhamna, innaka anta al-ghafur rahim. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل ممن ينتفع بالموعظة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن والسنة لنا حجة ولا تجعلهما حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم وحد صفوفهم على الحق يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المؤمنين وانصرهم على أعدائهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مجري السحاب والشمس والقمر والنجوم والكواكب يا من يدبر الأمر من السماء. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.